سعدتم صباحا مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري اجتماع مرتقب من المقرر ان ينعقد اليوم وسيجمع الوزير الاول عبد الملك سلال بالمسؤولين الاولين للجماعات المحليه عنوانه تعزيز حركيه التنميه المحليه تقرير زميل يوسف دبابي الاجتماع المقرر عقده غدا السبت والذي أعلن عن موعده الوزير الأول لدى زيارته التفقدية الأخيرة لولاية قسنطينة التي تزامنت وإحياء الذكرى المزدوجة لأحداث الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام يعد امتدادا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز أبو تفليقة خلال آخر مجلس للوزراء الذي عقد في 22 جويلية الماضي والذي شكل دفتر شروط بالنسبة للحكومة تحت إشراف عبد المالك سلم وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق اليها خلال هذا اللقاء الذي بات عاده في عمل الحكومه بخمس قطاعات هامه يمكنها ان تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض اكثر من اي وقت مضى تنويعا للاقتصاد الوطني من خلال منح مزايا اكبر للاستثمار وانعاش الانتاج الوطني والحديث بالتحديد سيكون حول قطاع الفلاحة، السياحة، الصناعة والمناجم، المالية والسكن كما يأتي اللقاء لتقييم العمل على المستوى المحلي حيث سيولي اجتماع سلال مع الولاة الثمان والأربعين والسبعة عشر واليا منتدبا الذين استلموا مهامهم مؤخرا أهمية خاصة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الاستراتيجية الجديدة وبعث الاقتصاد الوطني وسيتمحور جدول أعمال اللقاء حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات وتطوير الاقتصاد الاقتصاد الوطني لا سيما على الصعيد المحلي بحيث سيتعلق الأمر ككل مناسبة بتقييم عمل الجماعات في مجال التنمية إلى جانب العراقيل والاقتراحات التي يطرحها الولاة إطار تنسيق المحكم بين الحكومة ومختلف الإطارات والهيئات التنفيذية والمحلية تستمر الاجتماعات بين هؤلاء المسؤولين لتناول مختلف الملفات على عديد الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ورقة في الموضوع للزميل شريف سنة 2006 عقد اجتماعا للحكومة مع الولاة برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جاء تحضيرا للبرنامج الخماسي 2005 سنة 2008 اجتماع للحكومة بالولاة في إطار مؤتمر حول الشباب الذي أراده رئيس الجمهورية بداية الاهتمام الفعلي بالشباب وتلبية حاجته في التعليم والتكوين والعمل سنة 2010 اجتمعت الحكومة بولاة الجمهورية تم التطرق إلى مشاريع البرنامج الخماسي 2010-2014 وفي سنة 2013 تمت إشغال اجتماع الحكومة مع الولاة ترأسه الوزير الأول عبد الملك سلالة الذي خصص لتقييم الوضع في عدة مجالات وتحضيرات لشهر رمضان والموسم الاصطياف وستجتمع الحكومة مع ولاة الجمهورية يوم غد السبت اللقاء سيخصص حيزا كبير للحديث عن ملفات الدخول الاجتماعية الذي سيكون أول ما ينتظر الحكومة والسلطة بعد أسابيع قليلة من المتوقع أن يضفو الملف الاقتصادي على اجتماع الحكومة مع ولاة الجمهورية خاصة أن الجزائر تمر بظروف اقتصادية صعبة بعد انهيار سعر النفط كريمة بن عيسى يحيى والتفاصيل الهدف الأسمى لبناء اقتصاد وطني مبني على حاجيات المواطن اليوم الجزائري في حاجة إلى تطور الجزائري اليوم ما يقبلش باش يرجع إلى الفقر وما يرجعش إلى الفقر وعندنا إمكانيات فلابد نمشي في هذا الطريق هذا ما أكده الوزير الأول عبد الملك سلال على هامش زيارته إلى قسنطينة والذي من المقرر ترأسه يوم غد السبت لاجتماع الحكومة وولاة الجمهورية لبحث العديد من الملفات كالدخول الاجتماعي والتنمية المحلية ومن المنتظر إعطاء أولوية للملف الاقتصادي للخروج بقرارات هامة لتفعيل الاقتصاد البديل ويرى خبراء اقتصاديون ضرورة الاعتماد على قطاع الفلاحة والصناعة وما ي دين اخرى غير المحروقات لتفادي دخول البلاد في ازمه اقتصاديه عام 2017 يعطيهم الاراضي الزراعيه بسرعه للفلاحين هي اول يعني حل لازمه الاستهلاك المواد الغذائيه والحل للاستيراد القوي ضد الاستيراد القوي من الخارج هي الحل للفلاحين يعطوه كل الاراضي اللازمه ليصبح هناك الزراعة ثانيا يحلوا على مستوى الولايات والدوائر الى الاراضي للصناعه باش الجزائريين يخلقوا مشاريع صغيره ومتوسطه وثالثا بالخصوص يعطوا امر صارم للبنوك الجزائريه اللي عندها بزاف دينار في, ولكن في, الـ في, الـ في الـ ويبقى تضافر الجهود الوطنيه كانجع الحلول لتجاوز الجزائر للمخاطر الاقتصاديه التي بات تهددها تمكنت مفرزه للجيش الوطني الشعبي تابعه للقطاع العمليات لجيجل اول امس ذكر عمليه بحث وتمشيط قامت بها بمنطقه العوانه من اكتشاف مخبأ وورشتين لصناعه القنابل التقليديه واسترجاع قاذفين صاروخيين تقليديين وبندقيتي صيد وقنبله تقليديه مضاده للافراد و30 كيلوغراما من ماده تي ان تي و10 كيلوغرامات من البارود بالاضافه الى مواد كيميائيه سائله لصناعه المتفجرات وثلاث مولدات كهربائية حسب ما أفاد به يوم أمس بيان لوزارة الدفاع الوطنية وبإقليم الناحية العسكرية السادسة تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملية لبرج بجي مختار من حجز سيارة رباعية الدفع وشاحنة محملة بأربعة ألاف لتر من الوقود وسبعة ألاف لتر من زيت المائدة وأكثر من تسعة أطنان من المواد الغذائية كانت موجهة للتهربة دوليا دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع التابعة للأمم المتحدة دول الأوروبية إلى إيجاد حلول لأزمة اللاجئين المتواجدين في على أراضيها قولة عقب العثور على أكثر من سبعين جثة لمهاجرين غير شرعيين داخل شاحنة على إحدى الطرق السريعة بالنمسا وعربت المفوضية عن أملها في أن يؤدي هذا الحادث إلى تعاون قوي بين قوات الشرطة الأوروبية ووكالات الاستخبارات والمنظمات الدولية للقضاء على تجارة التهريب وفي الوقت نفسه الى وضع تدابير من شانها حمايه الضحايا دعا مجلس الأمن الدولي يوم أمس إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في جنوب السودان مؤددا بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة التي تنتهك اتفاق السلام الموقع الأربعاء في جوبا وفي إعلان تبناه أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع قال المجلس أنه يشيد بتوقيع هذا الاتفاق من قبل رئيس جنوب السودان سيلفا كير ويدعو المجلس العسكريين إلى التطبيق الكامل للاتفاق أصدر الرئيس اليوناني يوم أمس مرسوما رئاسيا حدد خلاله تاريخ العشرين من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة ونص المرسوم الرئاسي على حل البرلمان الحالي وحدد موعدا إيقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المنتخب في الفاتح من شهر أكتوبر هذا وجاء الإعلان بعد ثمانية أيام من, من استقالة الحكومة اليسارية بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي استمرت ثمانية أشهر وقد عين الرئيس اليوناني رئيسة المحكمة العليا فاسيليكي ثانو رئيسة مؤقتة للوزراء وفقا لما ينص عليه الدستور اليوناني وقد أدت الحكومة الانتقالية بقيادة ثانو التي أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ اليونان أمس اليمين الدستورية نختم موجزنا بالرياضه حيث تاهل العداء الجزائري توفيق مخلوفي يوم امس الى نهائي 1500 متر برسم بطوله العالم لالعاب القوى الجاريه وقائعها ببكين الصينيه منذ 22 من أوت الجري وتتواصل الى غايه 30 منها وحل مخلوفي ثانيا بتوقيت قدره ثلاث دقائق و35 ثانيه وخمسه اجزاء من المئه وسيشارك البطل الأولمبي الجزائري في نهائي سباق ال والخمسمائة متر يوم غد على امل التتويج بذهب في ظل اخفاقات الرياضات الاخرى. بدا مشاهدينا نصل الى نهايه موجزنا الاخباري شكرا على المتابعه للقاء.